بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 87. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما أبرز خصائص أهل السنة والجماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خصائص أهل السنة والجماعة كثيرة الحمد لله، أبرزها العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة عقيدتهم من الانحرافات الفكرية والانحرافات التي عرضت لبعض الفرق. فأهل السنة والجماعة مستقيمون على الكتاب والسنة والعمل بما عليه القرون المفضلة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهم يعملون بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، ويتجنبون البدع والمحدثات، يتجنبون التأويلات الباطلة للأسماء والصفات، ويثبتون الأسماء والصفات على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، لا يحرفون ولا يشبهون ولا يمثلون ولا يعطلون، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحسن الله إليكم. من أسئلة يقول فضيلة الشيخ: لماذا ضعف حال الأمة المسلمة في وقتنا الحاضر، وما الأسباب في ذلك والنهوض بها إلى الأمام؟ الأسباب كثيرة، يعني أولها أن كل ما تأخر الزمن وبعد الناس عن عهد من قبلهم من أهل السنة والجماعة يضعف فيهم الاتباع بسبب الفاصل الطويل بينهم وبين سلف الأمة، وثانيا كثرة الأهواء، كثرة الفرق الضالة. في عصرنا الحاضر جدت أيضا وسائل الإعلام التي تحمل كثيرا من الشرور والفتن، يتأثر بها من يتلقاها ومن ينظر فيها على أنها ثقافة دينية وعلى أنها اتساع في الأفق وما أشبه ذلك. الأخت أم سالم تقول: عندي 8 من الأولاد، كلهم تعدوا 15 من العمر، وبعضهم في 20 وبعضهم أكثر، وأجد صعوبة شديدة يا شيخ صالح عند قيامي باستيقاظهم لصلاة الصبح. البعض منهم يقوم والبعض لا يصلي إلا عندما يقوم حوالي الظهر، ماذا أعمل منهم وأنا ما بيدي حيلة؟ تقول: هذا ابتلاء وامتحان من الله، اصبري عليه، اصبري عليهم وجاهديهم بأمرهم بالصلاة، حضور صلاة الجماعة، واستعيني بالله سبحانه وتعالى. وإن كان والدهم موجودا فإنه أيضا يعينك ويأخذ على أيديهم، تعاونوا على البر والتقوى، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. يقول السائل أبو عادل: أريد من فضيلة الشيخ صالح إفتائي في مشروعية الدعاء عقب الصلاة والمداومة عليه وبصورة جماعية، وهل يكون سببا في تفريق المسلمين؟ الدعاء بعد الصلاة مشروع، لكن ليس بصفة جماعية، بل كل واحد يدعو لنفسه وللمسلمين، ولا يرفع صوته بذلك ويشوش على الآخرين. قال الله جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا شيخ، أريد الزواج وعلي ديون كثيرة، هل يجب علي سداد الديون كاملة ثم أتزوج؟ وأيضا قضية الحج، ماذا توجهوني؟ تبدأ بالأهم فالأهم، سداد الديون، لأن حقوق الناس مبنية على
على المشاحة، وإذا بقي عندك شيء من المال بعد تسديد الديون تتزوج به، وإلا تصبر إلى أن ييسر الله. والذين لا يجدون نكاحا، الله جل وعلا أمر بالصبر، الذين لا يجدون نكاحا عليهم الصبر حتى يستطيعوا ذلك. نعم. يقول السائل: أنا أستغفر للمسلمين في جميع صلواتي فأقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب للدعوات، فهل لي بكل واحدة منهم حسنة؟ نعم، أنت شريك لهم في هذا الدعاء إذا قبله الله، بل أنت أولى به، وقد أشركت المسلمين معك، وهذا شيء طيب ومشروع أن الإنسان يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، تبدأ بوالديك، استغفر لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا يقول: في وقتنا الحاضر هناك فتنة التحذير من الدعاة وتصنيف الناس والوقوع في أعراضهم، لعل لكم توجيه في ذلك. نعم، يجب الاقتداء بالسلف الصالح وسؤال أهل العلم عن ما أشكل، أسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، ولا يجوز التقاطع والتعادي بين المسلمين، بل يجب التناصح والتواصل، إنما المؤمنون إخوة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مطلوب التعاون، مطلوب تناصر بالحق، مطلوب عدم الفتنة وعدم الانقسام، تشتيت الأمة. ليس للمسلمين جماعات، المسلمون جماعة واحدة، هم أهل الكتاب والسنة، والعوام تبع لقادتهم وعلمائهم. نعم. يقول السائل: يا شيخ، إذا كنت أعمل في مؤسسة وفي داخل المؤسسة هناك أشياء مستعملة ألقيت في مكان مخصص بغرض التخلص منها كنفايات، هل يحق لي الاستفادة منها بصورة شخصية؟ لا بد أن تستأذن المسؤول عن هذه المخلفات، فإذا أذن لك بها فخذها. نعم. يقول السائل أبو عبد الله: أسأل الشيخ حفظه الله عن عدة المطلقة الرجعية وعن كيفيتها. المطلقة الرجعية كغيرها تستعد 3 حيض، إن كانت من ذوات الحيض، وإن كانت يائسة من الحيض أو صغيرة تستعد ب3 أشهر. نعم. فضيلة الشيخ، قرأت يقول في أحد الكتب الشرعية خطورة الفتن وأنها تخرج في آخر الزمان وتكثر، فما موقف المسلم عند كثرة الفتن؟ موقفه أن يتعلم أولا، تعلم العقيدة الصحيحة طريق السليم، تعلم. ثانيا، إذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم، ويلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، ويحذر من الفرق الضالة والفرق المنحرفة وأصحاب الأهواء، ويسأل الله الثبات على الحق وعلى الدين. نعم. هذا السائل يونس يقول: ما حكم تقديم الكلمة بعد صلاة العصر على التسبيح والتحميد والتهليل مع بيان الحكم في ذلك؟ الموعظة طيبة بعد الصلاة، أهل العلم يعظون يذكرون، لكن لا يداومون على ذلك، لأنهم يفعلونه تارة ويتركونه تارة، ولا يداوموا على ذلك لئلا يمل الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم الشرع في نظركم في الزوجة التي ترفض أن تصلي وتقول بأنها تصلي في غرفتها، رغم أن الزوج دائما يحثها على الصلاة في وقتها؟ يلزمها بالصلاة، فإن علم أنها لا تصلي مع أمرها بذلك فإنه يفارقها، لأنها ليست بمسلم. نعم. هل تصلي المرأة يا شيخ إذا سقط الجنين وله أكثر من 2.5 شهر؟ إذا سقط الجنين دون 4 أشهر فإنها تصلي، لأن هذا الدم ليس دم نفاس، وإنما هو دم فساد، دم نزيف، لا تترك الصلاة من أجله. نعم. يقول هذا السائل يا شيخ الذي رمز لاسمه بألف ميم باء: السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ، إذا اختلف عالمان في تصحيح أو تضعيف حديث، فكيف التعامل مع هذا الاختلاف، مع العلم بأنه ليس لدينا علم كافي في علم الحديث؟ الحمد لله، كتب السنة كفيلة بذلك، يرجع إلى الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم يرجع بعد الصحيحين إلى السنن الأربعة،
سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ويرجع بعد ذلك للمسانيد مسند الإمام أحمد وغيره، يرجع إلى العلماء ويرجع إلى مدونات الحديث. نعم. يقول السائل يا شيخ، هل تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال؟ تجوز عند الحاجة، عند الإمام أحمد تجوز عند الحاجة أن تصلى قبل الزوال، أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنها تصلى بعد الزوال كصلاة الظهر. نعم. وصلنا هذا السؤال من أحد الإخوة، رمز لاسمه أبو عبد الله من الرياض، يقول شيخ، بعض الناس لا يتورع في التطاول على المحدثين والعلماء وهمزهم ولمزهم في المنتديات والمجالس والاستراحات، نرجو من الشيخ إجابة ونصيحة. على المسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام في الناس، ولا سيما العلماء الذين هم قادة الأمة وحملة الشريعة، لا يتعرض لهم بتنقص أو بذم، غيبتهم أشد من غيبة غيرهم. الغيبة محرمة على كل حال ومع كل أحد، ولكن غيبة العلماء أشد، لأنهم حملة الشريعة وهم القدوة، هم الذين يرجع إليهم في أمور الدين والمشكلات، فإذا تنقصهم حط من قدرهم، ولن يضرهم، إنما يضر نفسه بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، في وقتنا الحاضر تأتينا بعض الأحاديث ويطلب منا أن نقوم بنشرها ولنا من الأجر كذا، وخصوصا بعد صلاة الجمعة عبر الجوال. ما يأتيكم في الجوال لا تبادروا في نشره والالتفات إليه حتى تتثبتوا من كونه واردا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بالرجوع إلى مدونات السنة وسؤال أهل العلم عن ذلك. نعم. يقول الشيخ، هل ورد حديث على المرء أن يجعل له خبيئة من عمل صالح ليوم القيامة؟ نعم، عليه أن يقدم لنفسه عملا صالحا يخفيه عن الناس بينه وبين الله، لأن هذا أدعى إلى الإخلاص مع كونه متبعا للكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، أختي تقول أصيبت بمرض في ثدييها وتدعو دائما يا ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شيء طيب هذا، مسلم يدعو ربه إذا مسه الضر وآلمه المرض، يدعو الله بالشفاء، كما دعا أيوب عليه السلام ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجاب الله له فشفى ما به من ضر. نعم. أحسن الله إليكم. تقول سالم، يا شيخ عندي ولد من يومه صغير وهو ينام على البطن، وأنا أحاول أن أصحح له ذلك، ينام على ظهره، ولكنه لا ينام إلا على بطنه في الليل. أنت على صواب في إرشاده وعدم نومه على بطنه إلا إذا كان يحتاج إلى ذلك، وعليكم مراجعة الأطباء في ذلك لعلهم يوجهونه توجيه الصحي. نعم. فضيلة الشيخ، تقول السائلة بأن والدتي قامت بتغسيل زوجها المتوفى، وتقول في ذلك أجر لي. للزوجة أن تغسل زوجها، وللزوج أن يغسل زوجته، وما عدا ذلك فالنساء تغسلها النساء والرجل يغسله الرجال، ما عدا الزوجين غسل أحدهما الآخر إذا أراد ذلك، وإلا هناك مغسلون معتمدون. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة تقول أشاهد في مصلى الجامعات والمدارس بعض الأخوات عند الفراغ من قراءة القرآن يقمن بتقبيل المصحف، فهل هذا العمل له أصل؟ ليس له أصل من السنة، وإنما هذا من عمل بعض الصحابة ولا بأس بذلك. نعم. أيضا فضيلة الشيخ، وضع المصحف فإذا كان حجمه صغير في درج السيارة لحمايتها من الحوادث والشرور، لا يجوز هذا، هذا من اتخاذ الحروز ولا يجوز هذا، عليه بالورد في صباحه ومسائه، الورد الشرعي عليه وعلى ماله وأولاده. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نختم هذا اللقاء بسؤال يقول فيه السائل، في وقتنا الحاضر يعني السفر صار بسيطا وممتعا، ولكن قرأت بأن السفر يكون قطعة من العذاب، كيف ذلك؟ نعم، حتى ولو كان ممتعا على السيارة أو على طائرة فإن فيه مشقة، ولهذا جعل الله للمسافر أحكاما خاصة، يفطر في رمضان ويقصر الصلاة، يجمع بين الصلاتين، لا
لأن السفر قطعة من العذاب كما في الحديث. شكر الله لكم شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكرا للزملاء الذين قاموا بتسجيل هذا اللقاء مع فضيلته. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.